بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة 28 رمضان، النهاردة الجمعة بإذن الله. الساعة 4:52 دقيقة كان المفروض تكون الشمس ظهرت من حوالي دقيقة، تأخرت النهاردة في الصعود أهي، لكن السماء صافية جدا، لكن المنطقة اللي هي هتطلع منها مضيئة بشكل أحمر بالشكل الجميل قوي ده، وهيبدأ المفروض القرص يبدأ تمام هيبدأ يظهر اهو يا شباب. لو بصينا كده على شكل القرص هيبدأ يظهر القرص البرتقاني. برتقاني يا شباب خالص دلوقتي حاليا. بصور من نفس المكان اللي بنصور منه اهو، قرص برتقاني، قرص ذهبي، قصدي ذهبي 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 ظاهر قدامي حاليا، ذهبي شديد السطوع، شديد السطوع جدا، ما اقدرش ابصله من اول لحظات لي وهو شديد السطوع جدا. ننتظر ونشوف باذن الله. طبعا الانعكاس في الميه بيبين اللون الذهبي بتاع الشمس، لان الكاميرا ساعات بتجيب شكلها ابيض، فالانعكاس بيوضح اللون الذهبي بتاعها. شديدة السطوع جدا وكبيره، ما اقدرش ابص لها، انا ببص من عدسه الكاميرا، ببص من عدسه الكاميرا. هنتظر لما يطلع كده قدامي ويبقى كامل اقدر اشوف الوضع هيبقى ازاي. باذن الله شباب ما عادش غير يوم واحد اللي هو يوم 29، باذن الله نجتهد، ولو حصل وقالوا رمضان 30 يوم برضو هصور اليوم 30 باذن الله. لا هو قرص شديد، انا مش هحاول ابص له علشان لو بصيت له هتعود عليه، فهقول ان انا قادر ابص له، فمش هبص له غير تخاطيف كده، وهبص له من الكاميرا. بصوا يا شباب اللون واضح جدا في المسطح المائي، لون ذهبي شديد كده اهو. ده المكان اللي انا قاعد فيه بالظبط، ده البعد الحقيقي. هروح اعمل عليها زوم. لا شديدة شديدة، ما اقدرش ابص لها، حتى بتعمل فوكس شديد بسرعة، فانا هحاول ايه ازوم واثبت ايدي كده عشان الفوكس ما ايه. شديدة، واضح انها شديدة جدا، واضح انها شديدة جدا جدا، يمكن اقوى يوم الشعاع قوي فيه، الشعاع واضح فيه. يمكن علشان درجة صفاء السماء، السماء صافية جدا، فالعملية واضحة جدا جدا وجلية. طبعا يا شباب ماهيش بالبياض اللي انتوا شايفينه ده، لا خالص شديدة، واضاءتها حتى واضحة، هي عطياها على الحاجات اللي تحتيها اهي، لكن متعود ان انا اصور منها 15 دقيقة، وبنشوف الفروقات ما بين كل ليلة والتانية، وربنا يا رب يجعلكم باذن الله من الفائزين بليلة القدر دي. خلاص بإذن الله ما عادش غير النهاردة بالليل اللي هو هتبقى صبحة 29. الناس تجتهد قوي 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 على قد ما تقدر، ويا ريت تأجل أي حاجة في حياتك
يمكن بإذن الله، بإذن الله تكون هي ليلة القدر، والله أعلم ممكن تكون فاتت، بس كلنا أو إحنا كلنا اجتهدنا ال10 أيام كاملين. بإذن الله بنعلن في النهاية خالص أول يوم العيد بإذن الله إيه اللي كان أقرب، لكن طبعا ما بنقولش إن هي دي ليلة القدر، بنقول اللي كانت أقرب لليلة القدر بالعلامات بالأشعة الحرارة الكلام ده كله. الساعة دلوقتي 58 وهي زهرة من 52، يعني بقالها حوالي 6 دقايق، بقالها حوالي 6 دقايق. أنا عايز بس أشارككم العملية، هي شديدة، عاملة أشعة في كل مكان، عاملة هالة حواليها بالشكل اللي أنتوا شايفينه، شديدة في المسطح المائي، أنا ما أقدرش أبصلها. يمكن الحرارة كمان وصلتني دلوقتي، يعني بعد 6 دقايق ل7 دقايق الحرارة بتبدأ تلمس جسمي يعني. الفوكس بيشتد لما الأشعة بتبقى شديدة على العدسة. طيب شديدة يا شباب، وواضحة، واضحة جدا انها شديدة معايا خالص اهي. مش عايز اطول الفيديو ده علشان الشباب بإذن الله النهاردة تستعد لليلة الموعودة، يا رب تكون بإذن الله هي، ونستقبل الصبح النتيجة بتاعتها. وبإذن الله نكون كلنا من الفايزين بالليلة دي. طبعا شديدة بكل الأحوال وحرارتها يا شباب وصلتني. طب بصوا كده الإضاءة مختلفة عن كل يوم، طبعا مفيش غيوم، فطبعا الإضاءة اشتدت خلاص، اشتدت جدا، فأنا هكتفي ب10 دقايق بس الفيديو ده. لسه دقيقتين تقريبا الفوكس زي ما قلنا شباب بيشد لما الإضاءة بتبقى شديدة، حتى الإضاءة في المية، المية الإضاءة فيها شديدة جدا أهي، هالة شديدة وضوء شديد ودرجة الحرارة على جسمي شديدة دلوقتي. يا رب بإذن الله، يا رب يا رب بكرة يبقى صافي بالشكل ده، علشان لو ربنا كرم وقدرنا نشوفها بكرة تبقى واضحة للناس كلها، وتبقى شايفة المعجزة بتحصل قدام عينيهم. وبإذن الله بقعد بقى بجيب الفيديوهات كلها وبنشوف ايه اللي كان اقرب. في كذا اخ تاني برضو بيستطلع ومجمع الصور، بيشوف ايه اللي كان اقرب لليلة الموعودة دي. طبعا زي ما انتم شايفين شديدة جدا 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 كمان. شديدة يا شباب، والأشعة ألهبتني وعينيا، ما عادش قادر أبص في الشمس، حتى أنا دلوقتي عينيا مغروشة في الكاميرا، مش عارف أشوف هل الصورة واضحة ولا لأ، لأني بصيت لها شوية. شديدة شديدة جدا جدا جدا. طيب نتوكل على الله، وبإذن الله بإذن الله ما هتكونش النهاردة مستبعدة تماما بكل الأدلة. بكرة بإذن الله معادنا مع الليلة الموعودة، يا رب تكون هي، ولو ما حصلش وكانت هي هنشوف أقرب ليلة في الليالي اللي فاتت اللي كانت أوضح فيها. ربنا يكرمكم يا رب بالليلة الجميلة دي، والكل يكون من الفائزين بيها، وحتى كفاية إن الناس قاعدة بتحاول تتحرى وتشوف فيديوهات وتشوف حاجات نفسها تكون من اللي شاهدوا الليلة فعلا يا رب. شكرا ليكم والسلام عليكم. تحت الفيديو هتلاقوا الايفنت اللي فيه
اللي فيه التصوير بتاع الأشخاص التانيين من دول تانية كتير، علشان برضو نقارن ونشوف. والله أعلم، الكل بيجتهد والكل غرضه إنه يتأكد من الليلة الجميلة دي إن تكون كانت ليلة كذا. شكرا ليكم والسلام عليكم.